والآن ننتقل إلى العناوين الفلسطينية الإسرائيلية. فلسطينيا طبعا الحديث عن اعتداءات إسرائيلية أخرى وعن تحليلات أيضا من قبل الصحافة الإسرائيلية وعن مسألة الدرع الشمالي وعن تصريحات ليائير نتنياهو المثير للجدل ابن رئيس الحكومة وأيضا عن العملية عفرة التي كانت قبل أيام التي ما زالت تتصدر العناوين الرئيسية في وسائل الإعلام العبرية وما زال الاحتلال يبحث عن سيارة منفذي العملية. وننتقل الآن إلى العناوين، نبدأ مع وكالة وفا التي تم الاعتداء عليها قبل قليل. جاء العنوان التالي في وكالة وفا: إصابة 3 شبان بالرصاص الحي واعتقال 4 أشقاء في طوباس. وفي عرب 48: جيش الاحتلال تصاعد في العمليات بالضفة والمنفذون مصدر استلهام. بحسب تقرير نشرته صحيفة هآرتس، فإنه في النصف الأول من العام الحالي 2018 نفذت 7 عمليات إطلاق نار في منطقة رام الله ومحيط القدس المحتلة. ومنذ عملية جوش عتسيون جنوبي بيت لحم في أيلول سبتمبر التي قتل فيها مستوطن، نفذت في الضفة 10 عمليات أو محاولات تنفيذ عمليات. ونقلت الصحيفة عن ضابط كبير في قيادة المركز قوله إن هناك ارتفاعا في مؤشر الإرهاب في الفترة الأخيرة، وأضاف أن هناك ارتفاعا في عدد العمليات وفي عدد محاولات حركة حماس تنفيذ عمليات في الضفة. وبحسبه فإن العمليات التي توجهها حركة حماس هي أكثر تعقيدا من عمليات المنفذ الفرد. وإلى صحيفة هآرتس: ساحة المعركة النفسية في الدرع الشمالي أو عملية الدرع الشمالي، وجاء: حزب الله يحاول أن يتعلم. جاء في هآرتس: يتميز الأسبوع الثاني من عملية الدرع الشمالي بحرب نفسية، يواصل حزب الله نشر وتوثيق للقوات على الحدود في الجيوب، بالإضافة إلى خرائط مراكز نشاط جيش الدفاع الإسرائيلي من ناحية أخرى. وأيضا يقوم الحزب حسب الصحيفة بإجراء تسجيلات لضوضاء عملية التنقيب. وجاء أيضا بأن الجيش يمر بقطرات، ولكن الأحداث على ما يبدو هنالك خطر بأن تخرج عن السيطرة. وإلى واينت: دخلت عملية فضح الأنفاق على الحدود اللبنانية مرحلة التفجير. يتم تنفيذ بعض الأعمال الهندسية في جيوب شمال السياج بجانب الجنود اللبنانيين المسلحين وعلى ما يبدو على مرأى أعين رجال حزب الله. وتطالب إسرائيل بأقصى قدر من الحذر من جنودها، ويقولون بأنه يجب عدم ارتكاب ولا أي خطأ طفيف قد يؤدي إلى إشعال نيران من الصعب إخمادها. وإلى موقع والله: هم خونا، يائير نتنياهو يتهم الناشطين اليساريين ووسائل الإعلام. مرة أخرى يصرح يائير نتنياهو ابن رئيس الحكومة عبر الشبكات الاجتماعية تصريحات مثيرة للجدل ضد النشطاء اليساريين. وكتب نتنياهو على صفحته على الفيسبوك إنهم خونا في كل شيء، وقال: في الشهر الماضي فقط ضحكوا على الوضع الأمني بينما أصيب الجنوب بالصواريخ. وأخيرا في واينت: الهجوم في عفرة، تحسن في حالة المرأة التي أصيبت والطفل في وضع صعب للغاية بعد مرور نحو 40 ساعة على الهجوم على مدخل مستوطنة بنيامين. يواصل الأطباء في القدس النضال من أجل حياة الجنين المولود بعد أن أصيبت والدته بجراح خطيرة جراء إطلاق النار من قبل إرهابيين، كما جاء في واينت. وهنالك تحسن على حالة الوالدين.